عنا الفتن، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن، اللهم ألبينا المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد بين صفوفهم يا أرحم الراحمين. احنا مشتاقين نمشيو لذاك المقام ان شاء الله، وحنا جاتنا الوزاره الله يجازيهم بخير بان تمشيو، والحمد لله اللهم لك الحمد غادي نمشيو يعني نكونوا سفراء ان شاء الله في هذيك المقام ديال الديار المقدسه ان شاء الله بحول الله وقوته، وكل شيء الحمد لله بخير وعلى خير، وهذا نهار كبير عند الله سبحانه وتعالى اللي غنمشيو في هذا المقام ان شاء الله، نزوروا ونشوفوا هذيك البلاد ان شاء الله، واخا ماشي ليها ولكن نعاود نجدوا الكرة ان شاء الله، نشوفوها ثاني ونشوفوا مع البعثة ان شاء الله الملكية الله يجازيه بخير سيدنا، الله ينصره، الله أمير المؤمنين، الله يحفظه، الله يعطيه صحيحته، كيتفكر فينا دائما وكيرسلنا دائما، الله يجازيه بخير، الله يكرمه، الله يستره دنيا وآخرة، الله يحفظه بحفظ الله يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أنتم الله يجازيكم بخير، كتتهموا مع الحجاج مع الوفد الرسمي ديال المملكه المغربيه، الله يكثر خيركم، الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم ويحفظ جميع المغاربه، ولله حرم شي مؤمن من هذا المقام ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله، ربي حبنا ووفقنا للخير باش نمشيو نأديو هذه المناسك على ما يرام ان شاء الله، والحمد لله والشكر لله، طلب الله هو ييسر الامور وينور لنا طريقنا، وهاد المسؤولين تاهما الله ييسر لهم والله يحفظهم والله ينجح يوفق الجميع، نطلبوها عند الله ورسول الله. الحمد لله الحمد لله، هذه حجه ديال العمر، امنيه ديال العمر، الحمد لله ربي حبنا كاملين، كنطلب لهم جميع الحجاج الله ييسر لنا في طريقنا ودينا في نجا ويجيبنا في نجا. كنشكر لكاع الناس اللي داروا الجهاد على هذا الحج ان شاء الله، ناس المسلمين اجمعين الحج ان شاء الله مبارك مسعود ان شاء الله. ان شاء الله هذه السنه هذه غادي نمشيو للديار المقدسه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا راه من القرعه ديال 2019 كما بحكم كوفيد وبحكم هذا يلاه وصلتنا اخر فوج واقيلا ديال 2019 وهذا اللي غيمشي هذا العام ان شاء الله، ونتمنوا على الله سبحانه وتعالى ان تدوز الامور بخير وعلى خير، حنا هذا الفوج ديال الانفا والله يسر لنا ويسر لجميع المسلمين، وذاك المقام حتى حد ما كيكرم يمشيش ليه، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يسر لنا امورنا ونمشيو ونرجعوا في السلامه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنشكروا هاد الناس ديال وزاره الاوقاف وهاد الناس ديال العماله اللي توفروا لنا جميع الظروف الحمد لله، كنشكرهم بزاف.